البوابة فجأة انفتحت وعربية مارت وصلت وكانت بتسوقها بنت. نزلت وفتحت باب العربية ونزلت بنت تانية ونزلوا مارت وكان ساند عليهم. أنجل شافتهم وانصدمت وخرجت من البلكونة زي المجنونة. لقت جميلة نامت فنزلت بسرعة تحت. البنات دخلوا وكانوا ساندين مارت. مارت رفع راسه وتقريبا ما كانش حاسس بأي حاجة، غرمت وهي على المكان الزبالة اللي جيته منه. واحدة من البنات بصت لأنجل، اجري العبي بعيد يا شاطرة، هي الأطفال بتسهر ليه في البيت؟ ايه مفيش حد يحكمك؟ أنجل اتجننت لأنهم بيقللوا منها. قربت على مارد ومسكته من دراعه. مشي الزبالة دول من هنا. أهلا بنت المارد. لا لا أهلا بزوجتي المصون. تصدق إنك ما عندكش دم لما أنت عارف إن زوجتك إزاي بتجيب بنات شوارع هنا؟ مارد قرب عليها ومسك دراعها. انت اتجننتي ولا ايه؟ مين ده اللي ما عندوش دم؟ لم لسانك، انا ساكت بس عشان انت طفلة. احنا قلنا كده برضو. انجل اتغاظت ودمعتها نزلت. انت مغرور قوي، انت شيطان، قدرت تضحك عليا وتفهمني انك بتحبني. انا بكرهك يا مارد. مارد محسش بنفسه الا هو بيضربها كف جامد ونزل الدم من بقها. انت فاكر كده انك راجل؟ انا اول مرة اعرف انك مش راجل. لو راجل بجد كنت واجهت مشاكلك مش هربت منها ورجعت للسفالة اللي كنت بتعملها زمان. ما كملتش كلامها ولقت مارد جايبها من شعرها. انا هعرفك ان راجل ولا لا. انت فاكرة ان هبقى ضعيف عشان بحبك؟ لا فوقي، ده انا هدوسك برجلي. مارد ما كانش واعي للي بيقوله، كانت مسيطرة عليه مشاعر سلبية عايز يطلعها في اي حد، وللأسف جات في انجل. البنتين كانوا خايفين من شكل مارد وعصبيته، حضنوا بعض. يلا بينا يا اختي، الهروب نص الجدعانة، الراجل اتحول لتنين. مارد كان بيشد أنجل من شعرها وبيطلع بيها برا القصر. ماما جميلة، الحقيني يا ماما، مارد هيموتني. يا مارد فوق بقى، حرام عليك، أنا أسفة سيب شعري يا ماما. جميلة صحيت على صوت صراخ أنجل، نزلت لتحت بس ما لقيتش الا البنتين. فكرت انها بتحلم. انتوا مين وايه اللي جابكم هنا في ساعه زي دي؟ اقدر اساعدكم؟ هي مالها الوليه دي؟ زي ما تكون كده خارجه من مسلسل هاونم جاردن سيتي. ايه الهدوء ده؟ انا عارفه بقى. اسمعي يا هانم، احنا لقينا المارد باشا ممدد شويه قدام الكباريه وشكله سكران تينا، فقلنا نوصله من كرم أخلاقنا وطيبة أصلنا. اتكي على طيبة أصلنا دي يا بنت، ده احنا أطيب من الطيابة. حصل يا أختي، فين مارد؟ كان مزاجه حلو ورايق، جاب بنت الله يعكر مزاجها وقال إيه؟ بتقوله إنه مش راجل. وراحوا فين؟ يلاقي مارد باشا راح يتويها، ما هي غلطانة نهايته. يلا يا بنت يا أوشة، نروح نشقط لنا حد غيره. يلا يا أختي، نبنا طلع على فشوش. خرجوا البنتين وجميلة خرجت في الجنينة، بصت يمين وشمال ما لقيتش حاجة، فضلت تلف في الجنينة تدور على مارد وأنجل في مخزن ضلمة ورا القصر. مارد رمى أنجل على الأرض بعنف. أنا مش راجل يا بت، أنا غلطان إني دلعتك.
انتوا كلكم صنف واحد، ما تستاهلوش الواحد يضيع حياته عشانكم. أنجل حرفيا كانت منهارة، مش بس من الضرب، لا كمان من إهانة مارد ليها. كان مارد خلاص هيخرج، كليت أنجل عليه ومسكت رجله وهي بتترجاه ما يقفلش الباب لأنها بتخاف من الضلمة، بس هو ما كانش في وعي وزقها وقفل عليها الباب. يا مارد بالله عليك فوق، افتح لي، انا بخاف من الضلمه. مارد اخذ المفتاح ورجع القصر. جميله شافته قربت عنده. فين انجي؟ ابعدي عني. وسابه وحط المفتاح في جيبه وطلع اوضته، رمى نفسه على السرير ونام بهدومه وجزمته. جميله سمعت صوت خبط جاي من المخزن، راحت لأنجل لقيتها منهارة بكل معنى الكلمة ومرعوبة. أنجل اسمعيني حبيبتي، أنا هفضل جنبك هنا ما تخافيش. أنجل كانت بتتسند على الحيطان عشان توصل للباب لحد ما وصلت، وبقت هي من جوه وجميلة من بره. هديت شوية واتطمنت. ايه اللي حصل يا انجل؟ احكي لي يا حبيبتي، هو ليه حبسك كده؟ ده عمره ما مد ايده عليكي. انجل حكت كل حاجه الجميله. انجل ما تظلميش مارد، البنات دول لقوا واقع قدام الكباري وجابوه، وهو تقريبا مش حاسس بحاجه. هم قالوا لي كده، وما لهمش مصلحه انهم يكذبوا او يداروا عليا. أنجل فضلت تعيط وهي بتحكي الجميلة قد إيه ضربها وأذيها. مارد مش في وعيه يا أنجل، صدقيني لما يفوق هيعرف غلطه. لا أنا مش هسامحه أبدا. طب تحبي أحكي لك حدوتة؟ يا ريت ما تبطليش تتكلمي يا ماما جميلة عشان ما خافش. فضلت جميلة تحكي لأنجل حواديت لحد ما عرفت إنها نامت لأنها مردتش عليها. قامت جميلة هي كمان ونامت جنبها. مارد وهو نايم كان بيحلم إنه شاف أنجل في حتة ضلمة والباب مقفول وهو مش عارف يدخل لها ولا هي عارفة تخرج. فضل ينادي عليها وهي بتبعد عنه، وكان هيتجنن حرفيا عليها. أنجل في اللحظة دي صحي من النوم، مسك راسه من التعب، بص حواليه ملقاش أنجل إلا أكتر، وبعدين غمض عينه من الصداع. فجي قدامه مشهد جرجرته الأنجل من شعرها على المخزن. مستحيل أكون عملت كده في أنجل. قام بسرعة ونزل جري وراح على المخزن، لقى جميلة نايمة وحضن نفسها من البرد. طلع المفتاح وفتح لأنجل متكورة حوالين نفسها ونايمة، كور إيده من الغضب وخبطها في الحيطة جامد من شدة الندم، لأنه اتأكد إن مشهد الضرب حقيقي، وخاصة لما شاف أثر دم على بقها. شالها من الأرض وباس راسها وهو خارج. صحى جميلة. ماما فتحت جميلة عينيها وكانت سعيدة جدا لأنها سمعت مارد بيقول لها يا ماما. بصت له وابتسمت. ليه عملت فيها كده؟ أنجل كانت تتوقع أن العالم كله يؤذيها إلا أنت. قربها لوشه وباس راسها تاني وطلع بيها على أوضتهم، وأول ما حطها على السرير هي فاقت وبصت بنظرة كلها خوف، بعدت عنه ورجعت لورا في السرير. أنجل أنا آسف، ما كانش قصدي، كل اللي حصل ده كان خارج إرادتي، أنا ما كنتش في وعي. أنجل فضلت ساكتة. أوعدك اللي حصل ده مش هيتكرر تاني أبدا، ما كلمنيش، ولو كلمتني أنا مش هرد عليك. أنت فاهم؟ أنت جرحتني وخوفتني. مارد حب ياخدها في حضنه بس هي رفضت وبعدت عنه. قام شدها غصب عنها لحضنه.
اللي بيحضنك دلوقتي بابا مارد مش جوزك. لما تكوني زعلانة من جوزك حضن بابا موجود. أنجل عيطت وما تكلمتش، وبالفعل أنجل خصمت مارد. مر اليوم والتاني والتالت وهي مش بتكلمه، وهو كان بيحاول يعتذر لها بس هي كانت بترفض. وفي يوم وهي بتلبس عشان تستعد لأول يوم دراسة في الجامعة، مارد جه من وراها وحضنها. أخيرا جه اليوم اللي أشوفك فيه في الجامعة، وميل على رقبتها وبسها. أنجل بعدت عنه بصدمة. أنت بتعمل إيه؟ أنا مش بكلمك على فكرة. مارد بصلها بتحدي. أنا كنت بحضن بنتي على فكرة، وهو في أب برضه بيبص رقبة بنته. مارد شدها لحضنه. مش أنا عملت كده؟ يبقى فيه، ده مش يبقى أب، ده يبقى سيفن أب. سابته وجريت على تحت. ابتسم هو كمان وراح عشان يلحقها قبل ما تمشي. تعالي هوصلك، هركب عربيتي اللي بابا جابها لي. مش ناقص صداع الصبح، قلت هوصلك. وبالفعل ركبت ووصلها الجامعة. هي كانت مبسوطة قوي بالشعور ده، بس كانت بتدير ابتسامتها، وهو كان ملاحظ وبيبص للناحية التانية وبيضحك. وصلها واطمن عليها ونبه عليها ما تكلمش حد وما تصاحبش حد، ولو حد يضايقها تتصل عليه. وبعدها طلع على مصنعه. أنجل خلصت أول يوم محاضرة وعربيتها كانت قدام الجامعة لأن مارد كلم السواق يستناها. روحت وكانت تعبانة، دخلت تاخد شاور، ومارد وصل بعدها بشوية. راح عند جميلة يطمن عليها. في الوقت ده كانت أنجل بتاخد شاور وبتفكر، أنا كده المفروض خلاص أسامحه بقى، هو مظلوم. قامت مرة واحدة، أنا خلاص بقى هسامحه. وفجأة رجليها جت على الصابونة ووقعت في الحمام ورجليها انجرحت وما كانتش قادرة تقف. فضلت تعيط لأن كان هدومها برا والباب مقفول من جوه، وهي ما كانتش قادرة تقف. لفت نفسها بالفوطة، وفجأة مارد دخل. بصت كل حتة في الأوضة ملقاهاش. خبط على الحمام وسمع صوت عياطها. أنجل مالك؟ مش قادرة أقف، رجلي وجعاني، أنا وقعت. مارد بكل قوته دافع الباب لحد ما انفتح، وما كانتش لابسة حاجة غير الفوطة حطاها عليها وبس. شالها وحطها على السرير وغطاها وجاب الأسعافات الأولية وطهر لها الجرح. تعرفي إني كان نفسي طول الوقت في اللحظة دي، لحظة ما نكون زي أي اتنين متجوزين. أنجل رفعت وشها. ولحد هنا بتخلص حلقتنا. استنوني في حلقة جديدة، بس ياريت نشترك في القناة ونفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد بقصصنا. وياريت ما تنسونيش باللايك الجميل اللي بيفرح قلبي دعما لنستمر. وإلى اللقاء في الحلقة الجديدة إن شاء الله. أنجل رفعت.